سمير مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، واعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي، الشوط الحادي عشر الخاص للاخوه السودانيين، يشاركوا مع ابناء دوله قطر ليكونوا حاضرين ومتابعين بهذا التحدي الكبير. المقدمة وصدارة جو، وهنالك ما شاء الله محمد بن يوسف اللحوي من يقدم جو، ثاني الأسماء الشاهينية آدم بن حامد الحمري من يقدم الشاهينية، دخول على المركز الثالث، وصلت ما شاء الله الشاهينية، وأحمد الحميم إدريس من يقدم الشاهينية بأداء جميل، وانطلاقة أيضا مميزة بهذا الانطلاق، وخامس الأسماء وصلت مظلومة أبو الزبير البطحاني من يقدم مظلومة بهذا التحدي الكبير، ولكن العودة إلى المقدمة وإلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، ما زالت المقدمة الشاهينية وآدم بن حامد الحمري من يقدم الشاهينية، ولكن ما شاء الله وتبارك الرحمن الأداء الجميل والانطلاقة أيضا المميزة، المقدمة ما زالت الصدارة، الصدارة وين جو، ومحمد بن يوسف اللحوي من يقدم جو بأداء جميل وانطلاقة أيضا سريعة، الشوط الأول الرئيسي والشوط الحادي عشر للإخوة الهجان السودانيين، أيضا يمثلوا الجالية السودانيين بدولة قطر ليكونوا حاضرين، المقدمة والصدارة جو محمد بن يوسف اللحوي، ولكن ما شاء الله وتبارك الرحمن الأداء الجميل، وصلت لتقاتل بهنالك شعار الحمري ليقاتل بأداء جميل وانطلاقه مميزه ما شاء الله، وصلت مظلومه ابو الزبير البطحاني ما هنالك، وثالث الاسماء وصلت سوقه وعمر بن حسن بن احمد بن بده من يقاتل باداء جميل وانطلاقه ايضا كبيره ما شاء الله، الشوط الاول الرئيسي للاخوه الهجان السودانيين ما شاء الله، الامتار الاخيره والمجنونه مظلومه ابو الزبير البطحاني من يحقق باداء جميل مظلومه ما شاء الله الله وتبارك الرحمن، يلا يا البطحاني، ولكن اوه اللي غادر بأداء جميل جوه هنالك، ومحمد بن يوسف اللحوي من يقدم جو بأداء جميل وانطلاقه ايضا جميله، جو بالتحدي، جو مع الناموس ما شاء الله وتبارك الرحمن، جو بهذا التحدي الكبير ما شاء الله وتبارك الرحمن، والامتار الاخيره والمجنونه ما شاء الله، جو غير ما شاء الله، الشوط الاول الرئيسي للاخوه الهجان السودانيين، اوه روحت بالتحدي، جو مع الناموس محمد بن يوسف اللحوي، سلام يا جو ترى، سلام يا اللحوي، سلام تهانينا والناموس لمالك جو محمد بن يوسف اللحوي، تهانينا والناموس لأيضا المركز الثاني كان من نصيب أيضا بلشة سعيد العبادي، ثالث الأسماء وصلت ايضا مظلومه، وابو الزبير البطحاني التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ساعات وصول جوله خط النهايه، قطعت مسافه 2 كيلومترات في زمن وقدر 3 دقائق و11 ثانيه و80 جزء، تهانينا هو الناموس لجميع الفائزين وحظا اوفر لمن يحالفهم الحظ، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.